بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المناجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 46 في أساليب القرآن وفنون البليغة في أسلوب التقديم والتأخير، والنوع الأول وهو السبق، وله أسباب. السبب العاشر مراعاة اشتقاق اللفظ، كقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فاشتقاق لفظ التقدم سابق على التأخر، فعشان كده قدم التقدم على التأخر. علمت نفس ما قدمت وأخرت، لنفس السبب، ما قالش ما أخرت وقدمت. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قل إن الأولين والآخرين، ما قالش إن الآخرين والأولين، لأن لفظ اشتقاق الأول سابق على الآخر، فده إيه مراعاة لإيه لاشتقاق اللفظ. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. كل ده قدم المتقدم على المتأخر في كله. يجيب لك بقى مثال عكس. أما قوله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قدم التأخير، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فقدم نفي التأخير لأنه الأصل في الكلام، لأن الأجل موعد ثابت، فلا يتأخر ولا يتقدم، فقدم التأخير عشان كده. فقدم نفي التأخير لأنه الأصل في الكلام، وإنما ذكر التقدم مع عدم إمكان التقدم أصلا، لأن لو جاء الأجل خلاص نفيا لأطراف الكلام كله. وكقول إنه هو يبدئ ويعيد، ما قالش يعيد ويبدئ، لكن لأن البداية أولا ثم الإعادة ثانية. وقول كما بدأكم تعودون، لله الأمر من قبل ومن بعد، له الحمد في الأولى والآخرة، هو الأول والآخر في الدنيا والآخرة. تملي يقدم الدنيا على الآخرة، لأنها سابقة لها من حيث الظهور يعني والوجود. فإن قلت قد جاء فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، هنا قدم الآخرة على الأولى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. قلت لمناسبة رؤوس الآي، وأنا لي رأي، مش حكاية رؤوس الآي بس، لكون هنا الآخرة أعظم من الأولى، فلما نسبها لله نسبها بدأ بالمعظم، قال إيه فأخذه الله نكال الآخرة، فالأخذ أخذ إلهي، فقدم الله سبحانه وتعالى هنا الآخرة على الأولى لعظم الآخرة إذا ما قرنت بالإيه بالدنيا، فقدمها لهذا. لكن حكاية التقديم لرؤوس الآيات دي يعني مش هي السبب الوجيه. ليه؟ لأن احنا عارفين أن القرآن يهتم بالمعنى أكتر من الإيه من النغم. لكن لما يقول لك رؤوس الآيات كأنه بيهتم بالنغم أكتر من المعنى، لا، احنا بنتكلم في المعاني. وبالتالي لما نسبها لله بدأ بالآخرة لعظمها بالنسبة للدنيا. قال للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، برضه منسوبة لله، فلله الآخرة والأولى، واضح؟ فتزود السبب ده أحسن من كلمة إيه مناسبة رؤوس الآيات للنسبة لله، فلما كانت النسبة لله بدأ بالمعظم على الأقل تعظيما. ومثله هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، قدمنا وإحنا متأخرين على الأولين. ليه؟ لأن الخطاب لينا إحنا، الخطاب متوجه لينا إحنا،
انما الاولين كانوا ماتوا خلصوا، واخد بالك؟ فبدأ المخاطب، واضح الكلام؟ الحادي عشر، للحث عليه خيفة من التهاون به. يعني احيانا يحثك على الشيء اللي هو اقل في الرتبة في الحكم من الشيء اللي رتبته اعلى، زي ايه؟ من بعد وصية يوصي بها او دين. قدم الوصية على الدين في حين الدين واجب الاداء والوصية مستحب، وقدم الوصية ليه؟ للتهاون بها، لان الناس تتهاون في ايه؟ في الوصية، وما تتهاونش في الدين، لان الدين لهم مطالبين ولهم ايه؟ ناس تطالب به، فالناس ما تتهاونش في الدين، لكن قد تتهاون في الوصية. فربنا ايه؟ قدم الوصية لعدم الاستهانة بها، بالرغم ان هي اقل رتبة من الدين، فالدين مقدم على الوصية، لان احنا عارفين ان التركة بناخد منها ايه؟ اولا نخصم منها الديون، ونخصم منها بعد كده تكاليف الدفن والكفن وكل الحاجات دي، وبعدين نشوف الوصايا نأديها، وبعدين لو كان عليه زكاة، لأنه دين الله حق أن يقضى، نخصم الزكاة. اللي باقي بعد ده كله بقى من التركة يسمى إرث، الإرث ده اللي يقسم بقى، بس الإرث ده بعد ما تخصم منه كل السابق. واضح؟ كتقديم تنفيذ الوصية على وفاء الدين في قول من بعد وصية يوصي بها أو دين، فإن وفاء الدين سابق على الوصية، لأن رتبة الدين واجب الأداء والوصية مستحبة الإيه؟ الأداء. لكن قدم الوصية لأنهم كانوا يتساهلون بتأخيرها بخلاف الدين. ونظيره يهب لمن يشاء إناثة، قدمها على الذكور، قدم الإناث حثا على الإحسان إليهن، قدم الإناث حثا على الإحسان إليهن، كان حقه يقول إليهن أي إليهم، شو حط نون النسوة بقى ولا إيه رأيك؟ يعني قال إيه؟ من لا يسهو يا إيه؟ حثا على الإحسان إليهم، انت عندك اليهن، انا عندي مكتوبه اليهم بالميم، يبقى ايه؟ حقاتب اليهن، نون النسوه اللي ايه؟ اللي ملخبطه الناس واللي قلقت النسوان برضو. والى معروف ايه؟ حرف، والهاء ضمير اسم، والنون لجمع النسوة، والميم علامة جمع الذكور. شفت الكلمة متقسمة ازاي؟ إلى ه وميم، إلى ه ونون، ثلاث كلمات في كلمة واحدة. إلى حرف جر، صح؟ والهاء ضمير، واخد بالك؟ والميم علامة الجمع للذكور، والنون علامة الجمع للإناث. حلوة دي؟ جميلة؟ شفت اللغة بتاعتنا جميلة ازاي؟ لغتنا الجميلة لنا أن نفخر بها والله. وقال السويلي في النتائج: إنما قدمت الوصية لوجهين، أحدهما أنها قربة إلى الله تعالى بخلاف الدين الذي تعوذ الرسل منه فبدأ بها للفضل. السويلي قال لك ده هو قدم الوصية بالرغم من رتبتها أقل، لأن تملي الوصية بتبقى لله، والدين للخلق، والدين ايه؟ يستعاذ به منه، وكان الناس ما تحبش تموت وهي مديونة، فالفضل في الوصية لأنها خالصة لله. والثاني أن الوصية تكون للميت والدين لغيره، فقدم مال الميت على مال غير الميت. ونفسك قبل نفس غيرك، تقول هذا لي وهذا لغيري، ولا تقول في وصية الكلام هذا لغيري وهذا لي. كلام لطيف من السهيلي برضو، مع انه اللي قبله برضو كلام الطف، ان قال لك قدم الوصيه للتساهل بها بالرغم انها اقل رتبه من حيث الوجوب، دي مستحبه ودي واجبه، واحنا عندنا نقدم الواجب على المستحب، فكلها تعليلات لطيفه. شفت بقى تفاوت العقول يطلع لك الجواهر، انما لو العقول كلها حاجه واحده هتشوف الحق من جهه واحده، لكن شوف بقى ربنا جعل العقول متفاوته عشان تشوف الحق من جميع الجهات، من جميع الجوانب. هو واحد شايفه من الجهه دي، وانت شايفه من الجهة دي،
واحد تاني شايفه من الجهة دي، واحد شايفه من الجهة دي، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد ايه؟ بعد هذا البيان. فهمت؟ لأن الرسل جاءوا للبيان برضه. فهمت؟ الثاني عشر، لتحقق ما بعده واستغنائه هو عنه في تصوره، كقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما يقولش آمنوا ما عملوا الصالحات وآمنوا، لأن العمل لا يكون صالح إلا لو انبنى على إيمان. فيقدم الأول، قدم الإيمان الأول. فهمت؟ وقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، لأن الدعوة لله تدل على الإيمان به ثم العمل الصالح. وقول والذين عملوا السيئات ثم تابوا. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله في السبب الثالث عشر والاهتمام عند المخاطب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكر.